الكسندرو الكسندرو الهدف الهدف لليوفي. يوفي سجل الأسبقية لقوي إيطاليا عن طريق لافيسبا الكسندرو عرضية والمتابعة من جانب كوادرادو. هدف لاتيني 100%. التمرير من البرازيليانو واللمسة الأخيرة من الكولومبي. تقدم لصالح اليوفي 1-0. انطلاقة رائعة جدا من الكسندرو واليوفي التسكي. برناردسكي يحسبها بالثاني والثاني الهدف الثاني عن طريق برناردسكي. يضع كرة في الزاوية البعيدة يسجل رسام اليوفي يسجل ويدون أجمل وأروع صورة في ملعب المباراة بين الثاني 2-0.